أنا عندي هذا ابني معوق حتى عامة وفوقه تشينكو والله العظيم يغرق بالمطر غارق وما عندي حتى مساعدة له يعني أقدر أسويه يعني كنت عليه مطر من فوق ما أقدر لا أبنى لو تشينكو تعالي شوفوه وشوفوا حالي حتى معوق عامة والله العظيم وشل الرباعي وانا ناشد الحكومه تجي تساعدنا وتجي المطر يطب علينا قبل نغرق جاي بالمطر والله وقاعدين جوا تشينكو والله العظيم واحنا هسه انا اريد الحكومه تساعدنا شويه بهذا المعوق وعلى الله وعليه والله العظيم واريدهم شويه يساعدون اي انا يعني تعبانه مريضه وهذا راتبه حتى راتبه ما يكفي حفاظات اريد له ما تكفي كبير السن بيتنا بالشيحه بالشيحه اي أما أما جامع الودود وأنا حال تعبانة حالتي والله ودين علينا يشهد الله وأنا مريضة عندي أم غدة وما أقدر تعبانة حيل علي يعني بلكة الحكومة تساعدني بي شوية وأقول بلكة الله والله حيل مريضة ما أقدر بلكة تساعدوني علي حتى ولدي ذول اثنين ماكو شغل مقدمتلهم عاطلين ما طلعت اسمائهم اثنين قالوا بالوجبه الرابعه والراجع وماكو هم اثنين هم خطيه ضالين لا شغل ولا عمل وضالين بلكت الله هم تطلع اسمائهم بلكت هذا المعوق يزيدوا لي راتبه يسووا لي الى شارع هذا المعوق ايوه انا انا الحكومه وهم يساعدوني مساعده والله وبيهم يجون يشوفون حالتي وضع خدمي ماذا شلون؟ جو معاناه هينو شوارع حفروها باعوا تراب مجاري مارك تبليط مارك خيسه بالشوارع جور فرد نوب هاي المنطقه واحد اذاء خيسه فرد نوب شايفين لو طالب يروح المدرسه يطب الخيسه يلا يروح المدرسه يجي المعلم يقول له ليش بالخيسه؟ يقول له مين افوت؟ خيسه شوارع هنا وفينا تبليط ماركو خدمات هنا وماكو بقرى هنا زبايل وصايغ يعني فردنا فردنا على طب جواب المنطقه يومية تجي قناة تصور وتروح ونفس الشيء يومية او تبغى واحد ديوان قبلها السامرية العراقي نفس الشيء ما يسوي لنا كل شيء كل شيء مارك انا ما نعطي العدد مقدم من 2016 اللي هسه روح فوق خط فوق فوق خط كل شيء ماركو. والويا كلهم تلعب باصات بالورقة ورقتين يعطون فلوس يطلع احنا لا المعده ما يعطي مارك لا درجات وظيفيه لا تعيينات لا كل شيء درجات وظيفيه مارك بعد بفلوس ها آل مال التربيه غير 700 واحد العدد بعد بفلوس 10000 واحد قدموا ومن بفلوس انا صعب يقدم معلم طلبة من عدة شده مين يجيب؟ هو قاعد جار مين يجيب؟ شده مين يجيب 12 مليون؟ مين يجيب اقول ويشتغل وياي 7000 يوميته مين يجيب؟ الا يروح يبود له له واحد يلا يجيبن خالي اولا خدمات ماكو كل شيء ماكو صفر. هاي منطقتنا جو حفروها صار لهم ثلاث اشهر. شوارع نفس الشيء طين وحفروها لحالهم على اساس خدمات، ثانيا المستشفى. تروح عندك مريض 3000 باص وما ادري شنو تخسر لك ب 15000 كل شيء غير براسي غير واذا عندك حاله حرجه يقول لك روح جيب سياره حتى نطلعها غير مستشفي نحولها ما عندهم بوق علني خدمات السوق هسه حامين علي على اساس يريدوا العالم ما تروح طلاب مدارس مدارس تعليم صفر صاير الوظائف ماكو كله بوق بوق جا طلع الزوبع هنا اول بارحه البيديه تريد تبلطه جي عساساني وراح ابلط لكم ورفعت للمحافظه مال مجاري ب 2019 هو كله كذي بوق بوق الله وكيلك تعليم صفر شغل صفر بس الوضع الامني زين والله الباقي خدمات او البلديه يجيك زباله بالباب ما يشيلها تطيع الف يشيلها ما تطيع الف ما يشيلها عفها ببابك مشكلتك اولا نحكي على شغله العقود انا داوم بالصحه صار لي ست سنوات عقد لا رفع اسمه من الـ 2012 ولحد الان اسماءنا صاعده بالدائره كل شيء ماكو ثانيا شغله التربيه انا احكي عن اخويا صار له 16 سنه درس على شنو درس على شنو تعب خطيتهم برقبتهم هاي 16 سنه احمل الحكومه بيها البواقين القاعدين رواتبهم كل من 15 مليون 20 مليون ما يباوعون على حال الفقير عندي اخوي صار له 16 سنه يدرس وتخرج تربيه لغه عربيه ينطون لابو غريب 26 26 مدرس ينطون قضاء اكبر قضاء ببغداد ابو غريب يقول له دفتر 20 دفتر 20 يم يجيب يروح بوك يشتغل عمال شرف له ولا هالتدريس هذا واحد يم يجيب خدمات ماكو خدمات لا بلديه لا مي لا كهرباء هذا منتهين من عدهن شغلة ثانية على اعطيني عاطلني عن العمل عاطلني عن العمل كل شهرين والثالث عودين يعطونهم راتب، خلي يفتحون لهم فرصه عمل، ذبون على الدوائر الحكوميه، هاي المصانع على شنو مسدوده؟ هو أي عن مصانع باب غريب مسدوده، احولهم على مصانع احولهم على الدوائر الحكوميه احولهم على هاي شكرا. <applause> والله الوضع الخدمي هاي قدام عينك شوفه بلديه ماكو الجو هاي دفعنا فلوس سحبوا هذا المي فلوس من جيبنا ندفع على مود يسحبون مي الامطار جيبوا لنا تراب واحنا نسوي يقول لك روح على حسابك الشخصي جيب تراب الناشد والريد ماكو وهاي بقى قدام عينك اذا طب بعد جوه يعني اي اسفرد نوب فرد سبب مطرت اجى الماء تراكم هنا وظل على حد توها قدام عينك يعني بيت وين اكو مجارى؟ جو حفره ومجارى على اساس ظاهريه فوق الشارع حفره تجي المدارس الاطفال تدوس علي وتطلع ما كويس وضع يعني ماساوي الدرجة ما تنوصف من خلال قناتكم الناشد يعني الزراعه الناشد كلها يعني ناشد رئيس الوزراء بان يجي يشوف حاله ابو غريب حال الضيم حالهم وها قدام عينك التصور وشوف ومن خلال قناتكم مؤزر الناشد وزارة الدفاع بالتحاق الدورة الفاحصين، احنا فاحصين عام 2017 شهر رابع، ولحد الآن طلع اللواء لطيف يقول إن شاء الله هالأيام هالأسبوع، الأسبوع القادم سوف شلون بالدورة ولحد الآن كل شيء ماك من خلال قناتكم ناشد وزير الدفاع على هاي الشغلة. والله شو أحكي لك يعني مثلاً شوف هاي الخدمات قدامك احنا نتمنى انه شويه يوفرون خدمات التزاميه عن العالم يعني مياه لاي شوف مياه مطر يحفرون ويسوون وكل شيء ماكو يوم ويا جايبين لآلة حديثه ويصرفون وينهبون من الدوله وبحجه نسوي لكم مجار ولا مجار ولا كل شيء بيناتنا الله قال يحفرون لا مسوي لا هم اللي مصابيه صحيح ولا هم اللي مسويها صحيح يضحكون على انفسهم والله يعني احتمال هاي ايش قد ماخذين هسه من الدوله مبالغ على مود يكملوها كل شيء ما مسوي ونتمنى بلكي الناشد وزارات رئيس الوزراء يشوف هنا والحمد لله يعني شو أنا اقدر هذا اللي نسوي الله. والله هاي هي اللي شوفت عينه غير اكو يريد يسوينا على اساس مجاري وكيفنا قلنا الحمد لله والشكر راح يسوينا مجاري ترى ما تعالي شوف هاي الجهال هنا طامسه والله الله ما يقبلها يا ناس صالحين بيهم والله انا اروح للسوق مو جاي نبيع بالسوق اروح للسوق وارجع مكسر ظهر البارحه لقيت هذا الطفل والله قوة جريته والله ابن اسماء هذا اسماعيل بن ابراهيم ما الله يقبلها حرام عليهم شالوا التراب على اساس على مود المي والمطر شالوا التراب النوبة سووا لك اياها طيانه لا تقدر السياره تطلع بيها لا تقدر زين هاي مدرسه هنا هنا مدرسه ابتدائيه شلون هاي الوضعيه؟ وهاي بس الشوارع كلها يعني ابو غريب ما يمشي بيها نهائيا خلال هاي السنه حيل تعبوها لأبو غريب من وراء هذا التراب اللي شالوه يعني هم على اساس يسوون شغله زينه زين هاي الفلوس وين ودوهن؟ صرفوهن هاي بعد ما نقدر نحكي غير هذا الحكي يعني احنا لا ال... هاي من بدايه الشتاء يعني من قبل ما قبل الشتاء هم تحضروا قبل الشتاء هم تحضروا شالوا التراب وسووا عود على اساس سووا هاي المجاري يعني هاي شو اسمه البلوعات سووها على اساس مو يجينا القائم مقام يجي القائم مقام يجي مدير بلديه ودا يشوفون هاي المنطقه بحذافيرها كلها بطيانه واوساخ ومجمع اوساخ وكانما احنا ليس قاعدين بمنطقه قاعدين بصحراء هذا غلط هذا هاي معكوسه علي من هاي الشغلات زين هاي مدرسه مثل ما يقول دائره حكوميه مسؤولين اكو هنا ناس وجهان مبينين يعني قاعدين بنص ازبال يصير وكلها طيانه لا مجاري لا تبليط لا اي شيء اي خدمات ابو غرب مفقوده هالشكل فاحنا نريد نطالب مسؤولين يعني يخلون الله بين عيونهم مخافة الله رأس الحكمة مخافة الله المسؤولين يلاحظون ينظرون نظرة الإنسانية نظرة الخوة نظرة لله تعالى أنه يخدمون أبو غريب بالمناطق هاي اسوة كباقي المناطق البقية من ناحية تبليط أو مجاري أو خدمات وإذا عايزين عنها عوفوها خلي عليها لهم ما يسووها هاي لو أقولها أنا ما عندي غيرها هذا العزيز بالنسبة لمنطقة أبو ريب منسية من الخدمات قيم مقام يومية طبعا هنا على هذا الشارع مدير البلدية موجود ومدير المجلس البلدي بيتهم بأبو هنا مو بعيد زين وعضو مجلس البلدي بيته بهذا الشارع روح شوف الشارع مات العضو مجلس البلدي لا يجون لا يسئلون. يجون هنا انا اقول لك يذبون ترابات ثاني يوم يجوا شالوهن ذبوا ترابات ثاني يوم شالوهن هاي صار تقريبا من بدايه المطره لحد الان الطين والمطر وشوف الجهال شلون بالمدارس يطبون بالطين ويطلعون هاي هذا المشروع مالتهم هاي صبات شفتها صورتها صبات هذا المشروع المجاري مال ابو ريب زين المشروع مالتهم المشروع يعني ما اعرف شنو هذا مشروعهم شنو ما اعرف يعني شلون سووه ما ادري لو قالين احنا جايبين لوري سبيس ولوري حس رمل وصابينا هم احسن احسن من هذا المشروع اللي دمرونا بيه لأن نقدر نطب بيوتنا لأن نقدر نطب المدارسنا جهالنا شوف كزمات جبنا لهم حتى يروح يعبر المدرسه فهاي ابو يعني احنا هاي حكينا هواي يعني مو هاي مو اول مره وثاني مره يمكن خمس ست قنوات إجتنا هنا ما نفس الحكي ونفس ال يعني بس نحكي بدون بدون تنفيذ هذا احد احد طلاب هاي المنطقه بيته هذا هنا وهاي المدرسه مالته هذا ابو عنده يجي نعبر موانع ما شاء الله على مود يوصل للمدرسه هاي احد الحالات شنو وقع وقع هذا من هنا هذا يجي من هنا باعه يجي من هنا وقع هذا ثلاث خياطات الباحه في الطوارئ بدي المدرسه واليوم ما مداوم ورا وهاي المدرسه مالته ماكو يمكن 200 متر وهاي المشروع صار له شهر وشويه قبل المطره يشتغلون ثاني يوم مطره وعافوا أسبوع, اسبوع اسبوعين هاي المعاناه وهاي سيارتي انا يعني صار لي شهر شهر وشويه ذاك ابا بيها شهر وشويه ما قرر اوصلها بيتي هاي الحاله احنا عايشين بيها وحكوا القبلي وهذه تصورتوا وشفتوا المعاناه هاي ما نعرف لا مدير بلديه لا مجلس بلدي لا قيم مقام ما نعرف شنو ياه المسؤول ويجي يشوف الحاله هذه ما اعرف هاي منطقه حيوانات اجلكم الله مو منطقه سكنيه هذا وشفتوا انتوا صورتوا الزبايل وصورتوا هذا الحشّ السامع صورتوها كليته هاي هاي الحاله هاي حالتنا معاناتنا احنا لابو غريب مشروع ما اعرف مشروع شنو هالمشروع ما ندري لا هو مجاري اجلكم الله لا هو ما اعرف والله ما, الله ما ادري ما اعرف شنو هذا المشروع هذا شنو ما ادري ومن المسؤول عليه ما نعرف من اللي يحاسبهم ما نعرف يعني لا بلديه لا مجلس بلدي لا قيم مقام لا مسؤول حكومي لا عضو برلمان لا ما حد ما اعرف شنو ما أعرف يعني ما ندري ما الحل شنو ما نعرف والله واشكركم عيني وجدت البلدية سوت هاي المشروع النوب ردوا سووا قالوا يابا نسوي لكم مجاري بواري فقال هاي اصرف لكم من ذاك ال... البواري قلنا يابا احنا نريد بواري ما نريد هيك هاي الشغل قال لا هاي هاي احسن لكم صارت عركة انطونا شو اسمه قالوا على مود هاي يصير شغلات قلنا في مصر هيك منطقه هيك تحملت ما تتحمل هيك قالوا النهر هذا غريب عندنا قلت له نهر القائد موجود حط لنا بور كبير وشمر بنهر القائد قال لا ما يصير هذا من هنا بس للدور هاي انتم احنا ما مشمولين بيكم لما نشرب هالمنطقه بس بهاي بالدور هو كان هذا ابو البلديه حكينا وياه فقلنا له ما يصير هاي المنطقه كبيره هاي بصفق نهر القائد حط له بور كبير وخا تروح قال لا بس هاي الدور وهاي احنا هاي الصفحه ما يمشون بيها ما لنا شغله بهاي السوالف زين تبليط شنو؟ ماكو بس هذا سوى هاي عافوها ليش هم قلنا لهم على مود البواري قالوا هاي احسن لكم البواري قلنا لهم ما ترهم هاي هي طيانه هي دايسه المنطقه دايسه قال هي هاي تريدون ما تريدون هاي شغل حلو وشم رجعوا هيك قلنا لهم ما ترهم والله ولا قصه شيء المنطقه ما تتحمل هيك هاي منطقة ثقيلة قال له هاي تريدون ما تريدون أبكيكم بكيفكم حطينا هاي من ينزح ويشمر هيك على ذيك المنطقة هاي بهاي المنهالة يشمر بذيك بذيش ال... بالخنزيرة يشمر هناك على أكثر ولا أقل تيجي قبل تطلع لي هناك 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 شو بخلين مخلين هذا مواطور مال مي كبير يسحب من عنده وصاندة تودي وين للنهر اكو نهر يجي جوا تودي من عنده يعني على البيوت وتودي زين ما تمطر الدنيا تصير فيضان عود يجون يشيلونها شوارع الجامعة من أنا مالت الدور نفس الشيء كله فيضان فيضان ذبونا سباس ذبونا يعني طين مو 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 سباس يعني إحنا إحنا لو على على الأصلية أحسن لنا والله ذبونا يقوم نمشي ماكو زلق عود هناك يأخذ لفترة سيارات الدوسة هذا عود يلا يشد نفسه ويلزم زين هاي كل سنة إحنا نفس هاي الحالة هاي السنة دمرونا أكثر خلوا حفرة بالنص شارع قلبه سب مال اللي اخذوه ما وين ودوه زين هذا شوفوا هي اكو 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 مجاري قديمه اكو مجاري قديمه هاي هنا تاسست مجاري قديمه كليتها وصل هناك المنهول يم هذا البيت يم دول البيت دوله هناك وصل المنهول الرئيسي لا بعد اكو اي مناهل كلها كامله بس احنا الوحيدين ما كاملين هاي المنطقه ما صار عليها مجاري جت شركه هنا اردنيه واشتغلت وكملت خطفوا الموم المقاول لا باب المهندس رئيس المهندسين خطفوه المقاول كان ورا يمشي بالسياره من شافه خطفوه هو دور وراح السياره مالت انضربت هو اخذوه خطيت ثلاث دفاتر يلا حلوه احنا هاي اشوف انا هاي احنا احنا كل كل سنه بهذا كل ما يصير شتاء نتبهدل بالصيف لا اعتياديه بالصيف امور عاديه لان لاكو ماي لاكو مطار شيء بس بالشتاء من يصير يجينا شتاء احنا جانا انتقام سبحان الله مو بس احنا العرق كله يشكي كل المناطق تشكي بس احنا بالذات هذا شارعنا يدمر. يعني كل خدمات مال، هسه احنا عندنا تكرم البلوعه متروسه. حايرين شو شو تسوي؟ نبات المي مالت هذا مال الغساله نطلع عليه برا ماكو لا يقدر يطب لنا هنا احد ولا احد. متبادلين الحين. زين؟ ايوه الله يسلمك يعني وانتم بعد اه انتم تسعون واحنا الله هاي عندك هاي مدخنه. شوف هاي المدخنه؟ هاي الصبح تشتغل تخنقنا خلاص. يمكن شايفين هالولد يدرون بها الحرس يدرون بها مدخلنا مال مال تمر الصحي مال المستشفى مال العمليات يعني مثل ولادات عمليات سرنجات مغذيات عليكم السلام كل هاي كلها يجمعوها بكياسه ويجون هنا يحرقوها هاي احنا نصير هنا منطقه الضباب زين دخل كله على البيت معنا ها شوفوا هاي وحده زين وهاي من انا كانت شوف هاي وين هاي السقيفه هاي كانت هاي وحده بعدوها شويه لهناك كانت جوه هناك يوم ذاك السياج وين ذيك منذ ذيك الصفحة كانت هناك شوية دخان يروح يعني ينتشر يصعد هسه لا ويا القاع مأذينا حيل حكينا حكينا ماكو نشرنا ابني نشر على هذا ماكو ان بلكي الله ها عيني اكو تمر بعرب شلوب يدخل من هذا الشارع ماكو هاي سيطرة تدخل له هناك تمر زبالة يعني مكرم سبعة كبيرة حيل هاي تحترق بالليل شي يصير دخان جماعة العرب شلوب يشكون من عندها خلاص يعني شلون ضباب الصير المنطقه ضباب هو راكت ماكو والقران فمتاذين جيفه فمن يصير هو شرج يتحول علينا يجينا لهنا دخان تيجي بياضه هنا بالليل يحرقون بالليل المغربيات شايفها الاخ المغربيات يحرقونها تيجي هنا دخانه مالتها شلون لا سرطان وكل شيء اللي عنده ربو والمريض <applause> والله هم ما سووا شيء براسه خير يعني يجون يسوون يشو مجار هاي مجار هاي دقيقتين بس تمطر تفيض ماكو لا, لا لا اهل البلديه يجون يجون شويه يطلعون يقول لك احنا نزحنا هم كذي بيطلعون هالقبال يجي دقيقتين يعني يصور حاط له دنكرين سحب مي وراح يقول لك انا نزحت تروح علي يقول لك هسه اجيك هاي هاي سووها كل شيء ماكو نفس الشيء ها هاي هاي الزباله هاي مو مدرسه ما يصير هاي مو مدرسه هاي مدرسه هاي, هاي لازم ساعه تكون نظيفه مو سهله كذي يا يعني كل هاي الطلاب يعني ساحه تكبر السيج حطوا لها يعني يسوونها او منتزه او ثيله يزرعوها العوائل تجي العوائل تجي, العوائل تجي. تقعد بها ترتاح الشباب تسوي ساحه تلعب طوبه هنا ما كل شيء لا خدمات ولا شيء يعني يجي قبل او البلديه هسه مرشح هو نفسه للمحافظه للمحافظه يجي على مو تعال تخبون هسه قام يشتغل ماكو شيء يعني يعني بالانتخابات يطلعون كليتهم وإحنا واحنا تنتخبك ايش ما يسوي هي هاي هاي وضعيه والله مو وضعيه والله أنا طالب مدرسه احكي لك اياها كل مرة ارد اقدم ابويا يمنعني ليش اقول لك هاي التربيه صارت على مود قال لا ما تروح ما تفيدك عاد قالوا زعم سوى ساحه ما طوبه رحنا عليهم خذنا بها كتاب قالوا تعال نظفوها احنا ننظفها لهم ما ينظفوها احنا يقول أنا 50 مره نظفها ويرجعون يحطون بها زباله تكرم السادة العزيز بالنسبه لهذا الشارع كان شارع, شارع ولا اكو هنا بالمنطقه. هاي قبل ثلاث اشهر حفروه على اساس انه مجال حتى ولا ناجح اصلا خلاص. وهسه معلم يطوب لا جاهل يطوب لا سارت نطوب سياره, سيارة شاملين بعد كل اروح عليهم أمشي ونجي هذا الشارع كذا انت مش بعينك شلون ومعاناه يعني 100% هاي المنطقه يعني شلون مثل منطقه منكوبه والله العظيم. ومتاذين احنا من هاي الطلاب الطلاب ما يقدر يمزر اللي يقع بالمي واللي يقع بالهذا ومجالها على أساس التراب اخذوه ما ادري وين ودوه خلونا على الحاله <applause> هاي صار حوالي فوق الشهرين والله اكثر هاي سيارتنا سنشمرها من المدرسه ونجي مشي مريضنا نشيل الشين نودي باو انت شلون با شلون الحاله وهاي صار هاي شهرين على يوم يا باكر وعقبه قضوا علينا والله انا بيدي وديت قائمه كامله وخذت هاي المناطق كلها سجلت انا تسجيل كامل قلنا له عم احنا نعاني من هاي الامور تعالوا الوضعيه ويجي غير مقام الرجال يجي مره مرتين بس ما سوى شيء وهاي انت شوف بعينك شلون صايره <applause> احنا كهرباء تقريبا زين بالنسبه للمجاري وهذا ما عندنا تبيط ولا مجاري كلها طيانه هسه انت في التربية ما تلقى شارع زين خلاص لا هي ولا منطقه حي الصديق ولا كلها كلها شوارع تعبانه بغرب على مستوى عامك ومناطق ما خلاص الله شاهد وانت طب وشوف بعينك شلون الحاله استاذ بالنسبه لهي المدخنه هاي اذيه على الجهال وعلينا احنا كليتنا هاي قبل اكثر من سنتين راجعت الدكتوره نفسها اخذنا بجماعه رحنا المستشفى قلت الاستاذ هاي المدخنه ماذيتنا قال عمي يا مكان وين اوديها؟ والله العظيم اذيها اكثر من اللازم يا المدخنه. يعني هسه من الصبح يشغلون المدخنه احنا بيتنا ما تنطب. ريحه تقتل مال موته ومال الأشكال وبيها الزمان. والله مأذيت هاي مال هي مال المستشفى يحرقون بها الوساخه وما ادري شنو ولا بس من تشعلون هالاذيه احنا عينا حال جهنا كلها تختنق والله. طب جو على البيوت وراجعت بها مرتين ثلاثه على المستشفى وماكو فائده. لا أيوة مقامه مقامها ورحنا عليه مرتين ثلاثه بالجبل وماكو فايده ننجمع ثلاثه اربعه ونروح بس ماكو فايده ما حد ينفذ كل شيء يعني هذا شارع كان كل شيء ما بي الله شاهد ولو عايفينه على قبل احسن هسه خربوا الشوارع، مدارسنا جاي تتبهذل، احنا سياراتنا ما جاي تدخل، يعني قلنا لهم سووا لكم شبكه، هاي شبكه هي موجوده وبس نفذوها انتم حطوا لكم كبار، حطوا لنا بوري ابو 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 السته ما ابو الاربعه وخلوا لنا اياه، يعني هو هذا ينفذ مجاري؟ شنو تنفيذه؟ بيش حسبوه علينا؟ بيش حسبوه على الدوله؟ يعني وهاي خربطه هاي هاي تقبلها من يقبلها يا مسؤول يقبلها بباب اهله هيك واحنا مسؤولين هنا تعرفين المنطقه يا هات وقال لك انا مسؤول وكل تنفيذ ماكو ماكو يعني احنا جاي نعاني ما نعاني ابو غريب الله شاهد لا خدمات لا تبليط هاي اليوم صار نشقيت من صدام حسين القرن قاله ولحد اليوم شنو ننفذه بالعكس لو ضالين على قبل احسن والله احسن وافضل يعني امراض مصارين اشكال يعني شنو اللي اللي يلعب النفس بالمستشفى يحرقوه هنا أنا. ببيوتنا بس نفتح لنا شباك نبتلي حتى دخان اسود يدخل لنا هذا البذرات مال الدخان الاسود ليش شنو ذنبنا احنا علوها حطوا لكم بوري علوها خلوها نقلوها بغير مكان ليش يم الاهالي يعني ليش احنا شنو شنو ذنبنا صرنا عراقيين يعني لان صرنا عراقيين هذا ذنبنا لو شنو يعني اخذوا اكلوا اكلوا, أكلوا بس بنصاف ما حد قال لكم لا تاكلون انتم بلديات ابو غريب وكل البلديات مو بس احنا كلها اكلوا بس طول العالم حتى الناس ترضى عليكم انتخبناكم على شنو؟ انتخبناكم على خراب؟ انتخبناكم على بهذلتنا؟ لو على شنو؟ غير تخلصون مو كنتوا انتم بيران وكنتوا بذيك الامور شنو اللي حصلنا منكم؟ بس نوصل تراب العراق نسوي ذهب وين تراب العراق سويتوا ذهب؟ وين الذهب سويتوا؟ بهذلتونا والله كنا شبعانين وجوعتونا الله شاهد ما خلوا بينا حتى امل حطموا امالنا حتى اطفالنا حطموا امالهم يعني لا دراسه بها خير يعني حطموا البنيه التحتيه كلها حطموها شنو اللي هو شنو اللي سووا لنا ما صار لنا اليوم 18 سنه بالتغيير شنو اللي سووا؟ ماكو شيء ماكو ابدا اي هسه اسال لك اي مواطن قل له حصلت خير من هالدوله يقول لك لا حصلت تعيين من هالدوله لا قدمنا على تعيين للتربيه حرقوا فايلاتنا ورا المس... ورا شو اسمه ال المركز الشباب قامت الشباب تدورهن وتطلعهن ليش تضحكون على العالم لو جذب فلوس ما يصير عمي والله ما يصير المن ندرس المن نتعب المن المن ما ظل عندنا بلد ما ظل ويا ريت لو يطلعونا خارج يطولنا صحراء ونقعد بيها وياخذون العراق كله والله احسن هم شيردون يردون يردون العراق خلي ياخذونه دمروا النفط دمروا الاقتصاد دمروا الدنيا كلها شو اللي حصلنا وهاي مناطق تعبانه شوف هذا تبليط هذا كان مبلط حطموه شنو اللي حصل والله كان رحمه سيارات تفوت هسه العده مريض ما يطب بسيارته الله شاهد أنا بيتي ركن من هناك صاير قراج ابو الغازي يوقف يمي العده خط مدرسه يوقف يمي العده مريض يجي يمي ما يصير شارع فتحوا للعالم نقلوا هذا السبيس مالته شالوه والله احسن سبيس باعوه ما ادري وين ودوه ليش جابوا لنا البارحه بلوك مكسر جابوا إن انقاذ ما ادري جايبينها ما يصير هذا الحكي الى متى احنا نظل هيك بس نحكي وكل نتيجه ماكو ونشكركم وانتم مشكورين لان انتم تنقلون معاناه العالم احنا نشكركم وحياكم الله ابو غريب مشكورين على القناه اللي تبغض احوال الناس ومعاناتهم من هاي المستشفى سقط فرنا نهائياً المستشفى ابو غريب قطعا يعني مسوين روتيني قص وصل منك جيب تحويل منه قص يعني ما تطلع من المستشفى الا 10000 15000 -10 باسم بالمستشفى هذا العلاج خذه من برا هذا ما عندنا اروح الاختصاص يعني مشكله يعني مشكله يعني ما لا ما روح طب جوا وشوف ليه هنا الطين الطين والعكر والطسات واللي اسمه حتى ابو بيت يعني ما يقدر يطلع شبر عن بيته والله يمكن متر ما يقدر يطلع هاي طلاب بشلحه ليه هنا وبطين شخشخه طب جوا وشوف شلون انا مستشفى موظفه بمستشفى بغرب ومعاناتنا معانات رواتبنا قليله آه يعني بكل شيء قليله بكل شيء تعامل ويانا المواطن يجي نداري ونباري ونباري مريضه يجي يعتدي علينا, يعتدي علينا يعتدي على الكادر يعتدي على الكادر كله يعني هو جاينا احنا نعالجه لو هو يعتدي علينا تقول له تفضل نسوان ممدده تفضل يابا مو نسوان ممدده يقول انا جاي بيت الخلفك لو بيت ابوك يعتدي على الدكتور يعتدي على الدكتوره ما يخلي واحد ما يعت... احنا احنا شنو لازم حكومه وفري وفري حكومه وفري علاج وفري مقذي وفري أبار وفري كل شيء ال... اذا منين يجيبون مني انا اجيب اطي من جيبي ها لو لو الحكومه اللي توفر لو الدكاتره اللي يجيبون من جيوبهم ها أنا مني وحدة ابني انضرب بإرهاب ويا الحرس ها يعني العلاج أنا أشتري خلف الله على دكتور أيادي ودكتور قطر الندى سووا لي لابني عملية ولا ابني رادوا ومن عندي ست ملايين بغداد بغداد رادوا مني ست ملايين على شريان مقطوع الشرايين مقطعة والعصب مقطع ست ملايين بغداد رادت مني عشر سنين صار لي عندي 16 نفر ولا راتب عندي وطلاب كلها برقبتي بنات ووليد وابني انقتل ها وعندي اطفال ابني عابتهم امهم وتزوجت وأمهم راحت تزوجت واني اعيل بهم خلف الله على الدكاتره يساعدوني ها وراتب ما تفعل تنطيني حجه وصايا جهال عندي وحجه وصاية رجلها ما يخليها تنطيني حجه وصايا ليش الحكومه شنو حاطتها على شنو الحكومه حاطينها انا ناشد وزير الداخليه انا مدير الشرطه انا القائد العام القوات المسلحه اناشد كل الدنيا تسوي لنا حل النسوان اللي تروح تتزوج وتعوف الاطفال صغار دق دق صغار خمس سنوات ست سنوات اربع سنوات ابوها يعني ابوها 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 ياخذ حلال ابني ها يفتح به محلات وأني هسة أنا أشتغل كناسة ذاك اليوم واحد يعتدي علي بالمستشفى يقول لي أنت شغلك قلت له أطلع برا أطلع برا أبويا وفرونا وفرونا حماية وفرونا حماية مستشفى بخريب وفرونا إلها حماية يقول لي أطلعي برا أنت شغلك مو هنا شغلك بالمرافق عشان السامع ليش يريد يظل ممدد بنص النسوان فأرجوكم رجاء من تجون للمستشفى احترموا الطبيب احترموا الكادر احترموها كلها سلام عليكم انا بيتنا بالمهندسين الخيسه بصف بيتنا يعني ما حد يطلع يمشي يجون المسؤولين يقول لهم ماشي باكر وعيني باكر وعيني يروح باكر يجي عقبه يا ابو ما يخالف وهذا زبل والله زبل بصف بيتنا فرع باربع بيوت ثلاث قطع زبل اربع بيوت وثلاث قطع زبل ما حد جاي يشيلهن يجي ابو اللوري يشيلهن يقول خيسه ما اقدر اطب يابا مو مت ابو اللوري شلون خيسه يقول والله ما اقدر اطب ويروح يعوفن ويجي يروح على المسؤول يروح على المسؤول يقول يابا خيسه تعال شيلهن يقول ايش علي مو انت مسؤول اروح على هذا والبلديه يقصوها وبعدين يرجعون يخلو لها تراب جديد والتراب الجديد هو شنو تبيت من هذا مال حدايق مو تقول تبيت الاصل الابيض حتى السلطة. حتى مطره الدنيا حتى ينشب بال شو هم يذبون هذا انه بيسوون القاط قاطين على الناس يعني تطب السياره تر... السياره بعد ما تطلع زين وانت تشوف هاي على طول يقصون الشوارع يطلعون يقصون الشوارع بس ما كل فايده ترجع هي نفس الشيء مطره الدنيا راح انتهت كل شيء على الناس وخلى العالم تطفر منها تجي لهنا يعني رجعنا على المربع الاول مو هذا المربع الجديد والناس تريد ترتاح ودين ببالك عنه لا ماكو احنا تدري ايش قالوا لنا؟ قالوا لنا حيخلوا لكم شو اسمه؟ آه الغاز راح يجي راح يجي بالبواري، قلت له عمي هاي وين لقيتها؟ ماكو شغله، قال وانت قاعد بخرابه راح يخلوك قاعد بيده يوم قلت عمي وين لقيتها؟ هي ماكو هيك حكي، يعني احنا احنا الفقره المعدومين، قلنا لحق غلط من ذاك الوكيل، شو وقعنا بهذا الوكيل؟ خلونا نركض والعشاء خباز. كل شيء ما من حياتنا الله وكيلك الثاني عندي هلا احكي لك عندي راتب ما مستلمه لحد الان زين 16 سنه صار لي ما مستلم اعطوني طل... طل... 50 دولار ولحد الان والله شنو هوية عسكريه ما عندي انا ما مشيت بيها يعني شنو ما تعطيني هذا حقي مشروع على... 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 على الشعب العراقي عمي حق حق مواطن يريده يعني انا قاعد اجار و... و... ومصرف وعائله زين وهاي عمره حيصير بال 48 سنه ما عندي كل شيء وقاعد حاط حاط لي انا دبيع شركايات، الله يقبل محمد يقبل وهذا الحكي كله واحنا الدول تتفرج عليه يعني هو ابو عائله لو مو ابو عائله، مثل ما احنا 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 اهل عائله هو هم ابو عائله يباوا على المعدومين ويباوا على الفقراء اللي يعني ما عندهم المساكين ولو قطعه قاع يطوهم كل واحد الهم حق لان مرينا بشعوب، مرينا بحروب، مرينا باشكال والوان. صحيح لولا عمي اللي يريد يحكي الحق يحكي لو على قصر قبته هذا الحق مقيول الكل بشر مثل ما هو قاعد على السبلسات انا قاعد 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 بالحار ويدق بي الحار وانا قاعد شرشف وانام بيه ليش معجر اجار ما عندي وراتبي اليوم 16 سنه ما عندي زين سنة قاع ما عندي لان انا همرت نفسي احكي لك صراحه وما اعرف ادور تزوير ما اعرف روح يقولوا لي زور اقول ما اقدر ازور زين عيني وهسه يطلبون عليه 8 ملايين ويقول لي من الدفعات مالاتك ناخذ نص ونخلي لك نص قلت له عمي انا شلون ارضه يعني انت تقبلت أرض على نبتي؟ ياخذ نص وابقى نص وانا هذا هذا العمر قضيته تعبان ويجيني واحد على البارد مبرد ياخذ مالاتي ويخليني عمي زين انا يعني ترى جيت صدفه هسه لان يعني عندي دفتر خدمه وعندي كشف مصطات مال رواتب زين وما اعطوني كل شيء فهن هلا هن بالمواطنين هن هلا بالشعب العراقي حن ترى اهل الغيرة غيره واهل شرف زين ما دنقوا راس لأ لأ لاي واحد ما دنقوا راس زين كلهم واقفين شامخ جبل شامخ ومر عليهم اشكال والوان ما واحد دنق راسه فيا بعد روحي يا اخي العزيز ان الله الله يعطيهم الصحه والعافيه السياسيين والاحزاب يباعون على الطبقه المعدومه لان تعبنا وهلكنا ما عندنا اي شيء اللي غير بس رحمه الله ورحمه اللي انتم تجون علينا انتم تمشون بشواكي تجون على المواطنين تشوفون المشاكل مالتهم وهاي شوفوا احكي لك هاي اخر شيء ختاميه عمي لا تاخذ عليه نظره مو حلوه هاي شوف هاي هذا هذا ابو عائله المفروض ما تنتشر للدول يعني هاي هاي انتشرت على الدول والعالم تتفرج علينا ابو عائله لازم هو هو يلمها مو هو يشتتها ويخليها يخلي يقعد يجدي لو يخلي يعني شنو ما حد ما حد يطي عمي ما حد يطي الفايخ نفسه بس تعطيني مجال رحمه على قلوبنا محترقه اليوم صار 16 وياك, وياك اخوي العزيز أحنا وياك كاني بس احنا قلوبنا محترقه عمي حروب داومنا ما خلينا ما خلينا بكان ما داومنا بي وركضوا ورانا واخذونا همين من البيوت صحيح لو لا عمي ها فهذا كله نعاس اللي كبرت واللي تعبت ولحاجها شيبت من ورا القهر والضين يا بعد روحي فخلي بينا 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 احنا الشعب العراقي ترى تعبانين ما ضل ما ضل بينا حتى حيل صبر ما عدنا بعد زين الا نقوم نطلع عش... عل... نطلع على الارصفه عل... عل ونشيل اعلام احنا مخابيل لا صحيح والله والله صحيح واحنا تعبنا يا عمي وهاي هاي الشباب خطيه واحنا الله بينا اول شيء السلام عليكم عندي موضوع اريد اطرح احنا المحاضرين صار لي خمس سنوات انا حاضر ببلاش انا قدام خريج كليه كليه العلوم الاسلاميه جامعه بغداد اشتغل هنا بجدار يعرفوني الجمع هاي شغل مو عيب الحمد لله هاي فضل من الله بس احنا صار لنا خمس سنوات شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا يعني صارت تعيينات ب 2016 ويدرون ابو غريب كلها المحاضرين لزمون الباب احنا واجى القاعد يم ام الصبح عينوه ليش؟ عنده واسطات وعنده عرف وعنده قرايبه بالبرلمان وما اريد اجيبهم اني معروفين هم البرلمان على ابو غريب فهاي هاي العداله بس اقول يا وزيره التربيه اصلا افشل وزير اجى للعراق راح شايل واريد اطلع لي خل يحاسبوني خل حتى ذا ما يعينون افشل وزير اجى للعراق وزير التربيه هو محمد اقبال مع الاسف يعني يحطون هو صيدلاني جابه على وزاره التربيه غير يحطون واحد مشرف تربوي اكاديمي مدرس وزير مو صحيح ابن عمي لا اي يعني صيدلاني يحطه وزير التربيه ما يعرف اي مشاكل هسه احنا عندنا المن... انا ادرس رابع وثالث تدري الرابع يعني عندي ابو الرياضيات هو بصف الثاني يطوم مساله بالرياضيات هو بصف الثاني وين هو وين مسألة انا قدامك اخذت المساله بالمتوسطه يعني يطوم مساله ما رياضيات هو شو معرفه هو دماغه صغير يعني بيتي واخذوه بأهل الصدام من أخذوا الحرامية صار استشهاد الاستشهاد ركضت ورا أخذوا وزلمت سجنه زلمت انجلط وراح على البيت توفى من توفى زلمتي قالوا استشهاد سووا على البيوت من صار السقوط سوات على السقوط معاملة من ذاك الآن لها الان أنا أركض من السقوط إلى اليوم طلعت رجعوا لي قرار من رجعوا لي بقرار تعاي ادفعي سبع ملايين يلا ننطيش السنة ابو الفسوحي انا ادري ان بنت للماليه الماليه انا صاحبه ايتام وانا مريضه وعندي سقطه وحال الضم يا حالي وعندي بنيه ارمل عندها خمس اطفال وانا ماكو ما غير بس انا عندي تقاعدات ما ما لنا اسبوع واحد طحين مشترى لكن مشترى كله مشترى وحال الضام يا حالي هسه منين اجيب السبع ملايين تا يصرف لي سند أو بالفسفور وانا ناشد القناه وناشد ال... اي مسعول واي خير يسوي لي صوره حال اريد الصي... اريد اريد بس يرجع لي السند الفسفوري مال بيت أنا اجيب السبع ملايين احنا عسكريين ودخلنا حروب وتصوبنا وكملنا طلعنا تقاعد جين الاجار والمصرف وابو الكهرباء شهر الشهر خمس ايام عشر ايام ما قاعد ينطونا رواتب يعني شنو السبب؟ هسه بس ظل العسكريين كلها نزلوها بس العسكريين شالبين بينا ما ينطون ابو المولد يقول لك كذب اكو شهر هسه ابو الاجار يقول لك عم ماكو ظلت رواتب ما يصير هالشكل لا هم اللي مسوي لنا ياكل كل شهر بشهر ويفكونا ولا هم على راس شهر 30 ينطونا رواتبنا اليوم ايش قد بالشهر 31 وبعد اسبوع يلا ينطونا رواتب ابو المولد يجي يقول لك لا ماكو ما هذا الحكي ابو الاجار الله وكيلك هسه على جاي علي دق الباب يقول لك اريد فلوس الاجار عمه ما انطونا اجار ما انطونا لحد الان رواتب يقول لك لا ماكو ما جزا الشهر وراح فما يصير عمنا ناشدونا اياهم ما يصير خلي يسوي لنا كل شهر عاد احنا تعبنا وانجرحنا ودخلنا حروب وهذا ما يصير هالشكل ابني طالب مال مدرسة وجمع اعتقلا واخذوه اخذوه من البيت قال لو تطولنا فلوس لو نحكم حكومه 15 سنه طالب مال مدرسه لا رايح ولا جاي ولا كل شيء قال قلت يريدون ثلاث دفاتر انا منين اجيب لهم لا مسوي شيء لا طالع الهاش من البيت يوم اخذوه اخذوه وحكومه شهر واحد 15 سنه شوف انا حالتي شلون وابوه هذا مريض قليب منين الله اريدكم تنطون عفو عام كل شيء ما اريد من عدكم بس بالعفو العام ما خلينا لا بيوت لا شيء وما كل شيء ما سويت الله يوفقك الله يحفظكم جم أخذوه من البيت طالب مال المدرسه كل شيء ما مسوي والله شيء ما مسوي يلعب طابه من المدرسه جمي بالليل واخذوه حطم الكيس براسه قالوا لي ابنك خليناه هنا روح علي تلقينا هنا بالبيت خلينا بالاستقبال جيت لقيته ماكو ماخذينه ورايحين. هو بس ما عنده احد والله غير يا البنيواني. اريد منكم بس تطولنا عفو عام، اي شيء ما اريد من عدكم الله يوفقكم، الله يحفظكم، طالبونا بالعفو العام، الله يحفظكم ان شاء الله، خلونا نقعد بالشارع. الله وكيلك هسه قاعد لي بخرابتين تجاوز، واجارهن 150. كفيلك محمد روح وياي وشوفن لا سند ولا سخام ولا لطام تجاوز و... مية 150 من واحد زين يعني انا اشيد الحكومه انا أشيد رئيس الوزراء يسوي لنا حال يعني القاعين اللي وزعوهن وين؟ كل الخال وابن اختي يعني هسه انا 45 سنه صار عمري 45 سنه الان جت تعيينات هسه واروح اقدم وهاي العمر راح بالخالي بلاش شنو معناه احنا ابناء العراق صحوات صارنا 12 سنه لا تثبيت لا هاي كل شيء وراتبنا كل شهرين ثلاثه يعطونا شهر واحد الناشد الحكومه ريد تثبيت صارنا 12 سنه قالوا ناكو تثبيت كل شيء ماكو لحد الان احنا نسولف صدق لو نسولف هيجي عمي اذا نحشي نقول حكومه ماكو يعني شو نقول لك؟ نقول لك حكومه ماكو انا عسكري معوق حقوقي اروح اراجع اذا مو دفتر او 20 ورقه ما لاي دايره هاي القيم مقام مال ابو غريب اذا تروح لهسه اذا طب ما تطلع ب 25 عاطلين قدمني رعايه ما مشمولين الرعايه روح هسه هاي الرعايه بابو غريب ما تلقاه عند واحد فقير اذا مو كلها زناقيل بيت وسياره ورواتب اربعه وتعال هسه انا اوديك لمنطقتي انا بخان ضالي بزيدان عندنا تقريبا عشر عوائل ذولا من الاغنياء هم عندهم الرعايه والفقراء لا مين برا لا بيوت لا راتب يعني حالهم حالهم يرثى لا حكومه توصلهم لا نواب انا آه اقول لك قادر الجيش بس ينقط بهم ويشيلهم ويذبهم جوا ارهابيه بدل شنو واللي عنده فلوس والله يا عمي ماي ما فش نحكي ماكو فايده اي ماكو فايده حكي ما بفايدة فايده والله لان ماكو 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 لا مسؤول ابن اوادم يجي ويشوف يطلع بس بالانتخابات السبيس والكرتات وال وال يعني ماكو شيء ما وزعوه من انتهت الانتخابات ما تشوفه والفقير واقع بيها والغني إذا بالدهن عمي وضع الخدمي شنو وضع الخدمي؟ يعني بعصر هولاكم ما عايشين شو وضع؟ عصر ترى انا أم, ام خريج متوسطه يعني من ده حاجيك هسه اذا تروح لمنطقتي يعني اقول لك بالاهوار جنوب العراق ماكو هيك و500 متر عن السريع لا كهرباء لا شوارع لا مي يعني شنو هيك عايش عايشين بالقدره بالقدره ماكو حكومه بالقدره عايشين فش نحكي؟ ما المشتكى لله والله عمي احنا كل ما يجينا رئيس وزراء جديد نقول بلكي الله بلكي الله انه بيزيد الفساد هسه طلعت درجات وظيفيه هاي التربيه مال ابو غريب تدري بيش الدرجه الوظيفيه؟ انا اقول لك 120 وكلهم فصائل مسلحه ما يتعين واحد فقير، طلع لي واحد فقير بخان ضاري بقضاء ابو غريب يتعين واحد فقير، نحكي؟ ما تقول نحكي؟ روح شوف البقره هسه البقره ماليه السجون واللي عنده فلوس طالع برا فشنقول؟ نقول؟ علي من نروح؟ وين نروح؟ علي من الروح ما تقول علي من الروح مش تكال الله سبحانه وتعالى والله ما ما ماكو فايده ماكو فايده واشكرك شكر جزيل